بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، أيضا انطلاقتي أيضا تاسع الأجواط اعتبار الشوط الأخير للفيات الإبكار من المسافة 1500 متر للفيات المشتركات. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح للجميع المنطلقين في هذا الشوط وأيضا جميع أشواطنا. أيضا أسير بكم مع المركز الأول المنطلقة نحو الصدارة نحو القيادة هذا الشوط. ايضا هناك مع الصداره بشعار حمد بن علي الوهيبي من ينطلق مع الصداره هذا الشوط المركز الثاني. القدوم مع المركز الثاني الرياضي ناجب بن سعيد، ايضا الغيلاني مع المركز الثاني مع المركز الثالث. القدوم مع المركز الثالث والتقدم ايضا من ريم سعود بن سالم المالكي مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار الجنوبي من ينطلق مع المركز الرابع بايضا متواجد مطر بن سالم الجنوبي مع الوثبة اللي ينطلق مع رابع المراكز خامس المراكز. أيضا ثروة أيضا صقر بالسالمة المالكي. هذه النتيجة للخمسة المراكز المنطلقة الأولى. أعود مع المركز الأول الصدارة مع أمتار اللي تنطلق مع القيادة حمد بن علي الوهيبي من ينطلق مع أمتار. لكن الجنوبي من الجانب الآخر والمتدخل بقيادة الوثبة مطر بالسالمة الجنوبي صاحب أيضا نقطة في هذا الصباح. لكن الوصول هذه ايضا هناك المنطلقه الشهريه محمد بن سو هناك علي بن عبيد الوهيبي ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من غزلان تركي بن عبد الله الوهيبي. التنافس مع الصداره امتار نحو المركز الاول، ما زالت نحو الصداره حمد بن علي الوهيبي. لكن القدوم ايضا مع الشهريه القادمه مع المراكز الاخرى. لكن الوصول الاخر ايضا مشعار بن مسعود الثنائي الجميل العرض المثير. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله الله الله، هذا التحدي الجميل بالفوتي والفينش، الفوتي والفينش بشعاره. ايضا هناك علي بن عبيد الوهيبي مع الشهنيه وايضا امتار حمد بن علي الوهيبي. تهانينا وناموس للاثنين بالفوتي والفينش. والمركز الثالث ايضا شعار سالم مسعود الدويكي، دقيقتين وعشر هو التوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا على هذا الابداع والتألق.